كلمة حزب الكتائب اللبنانية يلقيها منسق اللجنة المركزية سعادة النائب الشيخ سامي جميل. مساء الخير. هيدي أول مرة بوقف قدامكم اليوم، وما في إلا ما أتذكر اليوم من 9 سنين وقف خيي نفس الوقفة بنفس الوقت. كنت فضلت هو يكون واقف قدامكم اليوم مش أنا، ويكون بيناتنا اليوم، ولكن مثل كل أبطال ثورة الأرز عطيوا حياتهم كرمالتا نحن نضلنا أحرار ونضلنا مجتمعين اليوم، وبعدنا متمسكين بمبادئنا وثوابتنا لبناء دولة حضرية ومتطورة. أنا اليوم ما فيه إلا ما أتذكر رفاق الدرب، ما في إلا ما أتذكر كل الشباب والصبايا يلي وقفوا بوجه الاحتلال السوري بين فترة 1990 و2005 بكل جامعات ومدارس لبنان. بدي أتذكر هالشباب يلي وقفوا لوحدهم مئات قليل بوجه النظام السوري ومخابراته، وأسسوا لانتفاضة الاستقلال ب 14 آذار 2005. 14 آذار بالنسبة لنا منا محور، منا تجمع أحزاب، منا تجمع شخصيات. 14 آذار بالنسبة لنا هي استمرارية لنضال الشعب اللبناني من أجل بناء دولة حضرية متطورة سيدة حرة مستقلة. 14 آذار هي ضمير وطني، ضمير وطني قاوم الاحتلال، قاوم النفي، قاوم الحبس، قاوم كل الحملات، قاوم السلاح، قاوم الاعتداءات، قاوم الاغتيالات. ولكن مثل ما قلنا قبل، نحن ما عندنا قائد اعلى، واكيد انه كل واحد منا عنده رايه، لانه نحن احرار، ربينا احرار، عشنا احرار، ورح نبقى احرار. انا كشاب من 14 اذار تعرضت لخيبات أمل كبيرة مثل كل شاب من هالشباب يلي ناموا على ساحة الشهداء فترة أكثر من 60 يوم. نتطلع منشوف بعض التنازلات، منشوف بعض الأخطاء بيخيب أملنا بكثير من الأوقات، ولكن مع الوقت بيطلع الإنسان لورا وبيشوف أن معركتنا غير متكافئة، ومن الطبيعي أنه ما نقدر ننتصر بكل معاركنا، لأنه بكل بساطة عم نخوض معركة غير متكافئة. 14 آذار خلتنا أنه يخيب أملنا ببعض الأوقات، لأنها حريصة على لبنان، لأنه بتريد لبنان لكل اللبنانيين مش بس لإلها، لأنها ما بتقبل تفرض وجهة نظرها على الآخرين
ولأنها بترفض رد العنف بالعنف. وأوقات يمكن شعب 14 أذار بيتعب وبيقول لازم نرد الكيل مكيالين، ولكن حرص 14 أذار على السلم في لبنان وعلى الدولة في لبنان وعلى سلامة الشعب اللبناني بيمنعنا أنه نحن نلجأ إلى نفس الأساليب يلي غيرنا لجأ لها. هل كنا منتمنى أنه 14 أذار تتصرف عكس ما تصرفته وتاخد لبنان إلى المهوار؟ أكيد لا. عملنا على قدر الإمكان، على قد إمكانياتنا، ولكن هذا الشيء ما كان كافي. نحن اليوم عنا مسؤولية كتير كبيرة تجاه كل جمهور 14 أذار أنه نعمل أحسن من اللي عملناه بالتسع سنين الماضية. فنحن يلي مطلوب منا اليوم هو التالي: ممنوع الاستسلام وممنوع الحرب الأهلية، كل شيء بين اثنين مسموح. علينا أن نخوض جميع المعارك المتاحة أمامنا للحفاظ على الدولة اللبنانية، على سلامة لبنان، على الدولة في لبنان، وعلى كل ما هو يميز لبنان في هذا الشرق. كل المعارك المتاحة تحت سقف المؤسسات بدنا نخوضها. بالمجلس النيابي ممنوع نترك قانون ما نخوضه لتحسين حياة اللبنانيين، كما أسقطنا حكومة كرامي بال 2005 وكانت بداية انهيار الاحتلال السوري. هيدا الشيء صار تحت سقف المؤسسات وداخل مجلس النواب. كما حققنا أعلان بعبدا يلي هو أهم سلاح سياسي بين إيدينا، حققناه داخل قصر بعبدا على طاولة الحوار بعنادنا بمطالبنا، واليوم أصبح لنا نص عم بيدافع عنا أمام كل المجتمع الدولي. كما اليوم عم نتمكن من أنه نحذف من البيان الوزاري الثلاثية المشؤومة. هذه الثلاثية يلي أعطت شرعية لكيان مستقل عن الدولة يملك السلاح، وهذا السلاح ماسك بخوانيق اللبنانيين وعم بيلعب فينا يمين وشمال. وهلأ رح نوصل نحكي عن هيدا السلاح شو عم يعمل. مشكلتنا مع حزب الله اليوم منا أنه حزب الله رأيه مختلف عن رأينا. مشكلتنا مع حزب الله أنه ما قبل يلعب اللعبة الديمقراطية والمؤسساتية. مشكلتنا مع حزب الله أنه خرج عن الدستور والقوانين وعم يلعب خارج هذا الإطار. رح أعطيكم عدة أمثلة. نحن كحزب كتائب عنا معتقلين بالسجون السورية وعلى رأسهم الرفيق بطرس خوان. نحن اليوم إذا بدنا نطالب ببطرس خواند أكثر شيء فينا نعمله نتظاهر ونطالب دولتنا أن تقوم بهذا الواجب وتجيب لنا بطرس خواند بالمفاوضات وعبر كل الوساطة الدولية. حزب الله المعتقلين تبعه بيقدر يجيبهم بأسلوب آخر تماماً يلي هو فتح حرب طويلة عريضة دمرت لبنان كلفت 2000 قتيل وبعدنا لحديث اليوم عم ندفع ثمنها. كل الأحزاب اللبنانية بتتعرض أوقات لقرارات مجلس وزراء بتكون ضد مصلحتها.
شو أكثر شيء فينا نعمله إذا صدر قرار نحن مش موافقين عليه كأحزاب لبنانية؟ كل الأحزاب هو نتشكى من مجلس شورى الدولة. حزب الله إذا في قرار ما عجبه بينزل على الشارع وبيضطهد جميع اللبنانيين وبيعمل سبعة أيار وبيغير القرار وبيعمل البدلية. نحن كأحزاب لبنانية إذا سقطنا بالانتخابات شو الماكسيموم اللي فينا نعمله؟ ننطر 4 سنين نعارض ونرجع نخوض انتخابات مرة جديدة. أما حزب الله إذا سقط بالانتخابات ما بيقبل بالنتائج، بال2010 بينزل القمصان السود وبينقلب على الديمقراطية وعلى نتائج الانتخابات. الدولة اللبنانية إذا بدأت تسترجع مزارع شبعة ممنوع عليها أنه تستعمل وسائل دبلوماسية. أما حزب الله يحق له أنه يستعمل الوسائل الدبلوماسية ويفاوض مع العدو الإسرائيلي بشكل غير مباشر عبر الألمان وغير الألمان لاسترداد المعتقلين تبعه. هيدي تصرفاته بالداخل. أما بما يتعلق بسوريا، حزب الله قرر أنه يخرج عن قرار الدولة اللبنانية بالنائب النفس ويروح يقاتل بسوريا. بلشنا أول شيء على أساس عم ندافع عن الكرة اللبنانية الحدودية، أنه في لبنانيين موجودين داخل أراضي سوريا نروح ندافع عنه. من ثم صرنا عم ندافع عن المقامات الدينية ونسينا رجعنا المقامات الدينية، صرنا عم نحارب التكفير ومن ثم نسينا التكفير وصرنا علنا عم ندافع عن النظام السوري الحليف لحزب الله. نحن عنا عدة أسئلة بدنا نوجهها لحزب الله بهذا المضمار. لماذا لم يأتي الانتحاريون إلى لبنان قبل مشاركة حزب الله في القتال في سوريا؟ لماذا لا يذهب الانتحاريون إلى الأردن وتركيا؟ هل محاربة التكفيريين والمتطرفين يمر بوضع خط أحمر على نهر البارد؟ هل أن التهجم المستمر على المعتدلين في لبنان يخفف من التطرف؟ هل رفض تسليم المتهمين باغتيال رئيس رفيق الحريري يخفف من التطرف؟ هل دعوة اللبنانيين إلى محاربة بعضهم البعض في سوريا يخفف التطرف؟ هل أن إسقاط حكومة الرئيس الحريري المنتخبة أو الناتجة عن انتخابات ديمقراطية ونفي الرئيس الحريري إلى باريس يخفف من التطرف؟ هل أن اتهام كل من يعارض النظام الأسد يخفف بالتكفير يخفف من التطرف؟ هل أن تجويع اللبنانيين يخفف من التطرف؟ نحن تعبنا، الشعب اللبناني تعب. ليش تعب؟ لأنه حياتنا مخطوفة، صرنا 8 سنين نحن كلبنانيين مش عايشين، لأنه هيدي الحياة اللي عم نعيشها اليوم هيدي مش حياة. بمنطق الحروب، ثقافة الحرب وثقافة الموت، أدخلنا لبنان بأموع مش عم نقدر نطلع منه لحديث اليوم، عم بيكلفنا كل يوم هجرة شبابنا، عم بيكلفنا كل يوم دمار اقتصادنا، عم بيكلفنا كل يوم اقفال مؤسساتنا، عم بيكلفنا كل يوم مزيد من العاطلين عن العمل، عم بيكلفنا كل يوم انه في شباب لبنانيين عم بيتجوزوا جديد، عم بيطلعوا وعم بيقولوا هل نحن بعد لنا مكان بهيدا البلد ام لا؟ كل يوم لبنانيين عم بيفقدوا الأمل ببلدهم، لأنه مفروض علينا ثقافة مش ثقافتنا، لأنه مفروض علينا إيتون مش إيتوننا، لأنه مفروض علينا سياسة حزب الله بإدخال لبنان بجميع معارك العالم من إسرائيل إلى سوريا، من إندونيسيا إلى البحرين، ومن البحرين إلى هنغاريا، بعد في البرازيل والأرجنتين، ما رح نتدخلنا بشؤونهم.
يخبرنا شو هي هالحياة يلي عم نعيشها، يلي صرنا شوفور السيرفيس قبل ما يفوت راكب معه بيقول له علي الكنزة تبعك. شو هالحياة اللي عايشينها يلي شبابنا مش عارفين إذا أولادهم رح يرجعوا سلمين من المدرسة أو لا؟ شو هالحياة يلي عايشينها يلي حتى الشباب يلي يأست وفلت على دبي أو على قطر خيفين اليوم من قطر ما يشحطون لأنه كمان عرقلنا علاقتنا مع كل بلدان العربية. معقول سنة 2014 نرجع عكياس الرمل؟ سنة 2014 الضاحية الجنوبية عم تحمي نفسها بكياس رمل؟ رجعنا على 75؟ هيدي هي الحياة؟ هيدي هي الدولة يلي بدنا نعيش فيها بالمستقبل؟ لا أكيد لا. من هون نوصل على البيان الوزاري. قيل بالإعلان أنه عم تتخانقوا على كلمة. معقول يعني عم تتخانقوا على كلمة؟ واقفة الحكومة واقفة الدولة على كلمة؟ بس ما حدا انتبه شو هي هالكلمة. هيدي الكلمة يلي نحن ك14 آذار واقفين عليها وعم ندافع عنها، بتعرفوا شو هي؟ هي كلمة الدولة. رافضين الدولة ودور الدولة ومرجعية الدولة. هل مطلوب منا نحن نقبل نتخلى عن الدولة؟ ممكن نتنازل عن كل شيء، يمكن نقبل كل شيء، يمكن أنه نحكي بكل شيء لأنه بيهمنا أنه يكون في حكومة عم تهتم بشؤون اللبنانيين، ولكن عن كلمة الدولة لن نتنازل لأنه هذه الدولة لجميع اللبنانيين. بيقولوا لنا إيه بس نحن بدنا المقاومة. نحن منقول أكيد بدنا مقاومة بس بدنا إياها بإطار الدولة، بدنا إياها بإشراف الدولة. يا خيي بدنا دور الدولة مسموح أو لا؟ المقاومة لا، لازم تكون لوحدها. أنتوا ما إلكم تتدخلوا بهذا الموضوع، انتو ما إلكم تتعاطوا بهذا الموضوع، انتو كدولة انتو لوحدكم، انتو هنيك نحن هون. لا لا لا. بينتهي دور الدولة بحالتين، لأنه بيعطونا دايما على التلفزيون درس بالقانون الدستوري، بيعطونا درس بالأخلاق وإلى آخره. خلينا نحن نشرح لهم شيء دستوري وعلمي. أي متى ما بيعود في دور للدولة؟ بحالتين. الحالة الأولى وقت يكون الوطن محتل، ساعتها بينتقل الدور من الدولة إلى الشعب، لأنه ما بقى في دولة، بتكون انهارت الدولة. بيروح دور الدولة وقت تكون هذه الدولة دولة ديكتاتورية، ويصبح دور الشعب اللبناني أو حيلا شعب بالعالم أن يسكت هذه الدولة، لأنه هذه الدولة لن تمثل بقى شعبها، مثل ما هو الواقع بسوريا مثلا. هول إن الحالتين يلي الدوري ما بيعود إلى دور، أو بالاحتلال أو عندما تكون هذه الدولة ديكتاتورية ما بقى تمثل شعبها. بهالحالتين بينتقل الدور للشعب. بس ولكن طالما هذه الدولة سيدة وحرة وتمثل جميع أبنائها، عندها كل القدرة أنه هي على الأقل تكون عم ترعى أي مقاومة لأراضيها، وهذا يلي نحن عم نطالب فيه.
يلي ما عم يستوعبوا حزب الله أنه الدولة هي مكان الشراكة. الدولة هو المكان يلي منلتقى فيه كلنا سوا تنقرر مع بعضنا. الدولة مش لإلنا 14 أذار، الدولة إله فيها قد ما نحن إلنا فيها. بالتالي وقتها هو يرفض الدولة مش عم يرفضنا إلنا، عم بيرفض الشراكة معنا، عم بيرفض حاله، عم بيرفض أنه يقعد معنا ويقرر معنا ويفكر معنا. نحن كل يلي عم نتمنى أنه القرارات ناخدها سوا تحت سقف الدولة، لأنه الدولة هي للجميع مش بس لإلنا ولا بس لإله، الدولة لإلنا كلنا سوا. بالخلاصة بدي أقول لكل أبناء 14 أذار، بدي أقول لكل اللبنانيين، لا مفار من عودة حزب الله إلى لبنان وإلى لبنانيته. لا مفار، جربها وشفنا أنه جربها. هيدي الحكومة السابقة عملها لوحده، نسي أنه ممنوع أنه يركب حكومة بلبنان إلا ما تكون حكومة وحدة وطنية، وعمل حكومة لوحده. بعد سنتين ما عملنا شيء نحن، منه لوحده. هو فرطها لأنه شاف أنه منه قادر يكمل لوحده، شاف أنه ما عنده مجال ولا عنده مهرب إلا بالعودة إلى بقية اللبنانيين، إلا بالعودة تحت سقف الدولة، إلا بالعودة إلى شركائه بالوطن. كما هو الحال بالحكومة هو الحال بكل بقية الملفات. وأنا بقول لكم من هلأ أنه حزب الله سوف يعود إلى ربوع الدولة. حزب الله ومجتمع الشيعي في لبنان لن يبقى خارج إطار الدولة، لأن هذا المجتمع هو بصلب هذه الدولة وبصلب هذا الوطن، واليوم عم بيخدوه عكس طبيعته. هالشباب يلي عم بيروحوا يموتوا كرمال قضية ما لهم علاقة فيها، هالشباب يلي عم بيروحوا على أرض غريبة يموتوا من أجل نظام ديكتاتوري، هول عيالهم ما رح يضلون إلى أبد الأبدين ساكتين على هذا الواقع، ولا مجال إلا ما يعودوا إلى ربوع الدولة. نحن الدولة اللي بدنا نعيش فيها مع حزب الله ومع كل أبناء اللبنانيين هي دولة حضرية، دولة متطورة، دولة فيها اقتصاد قوي، دولة فيها جيش قوي، دولة فيها ثقافة، دولة فيها تطور، دولة فيها أرصفة، فيها شجر، فيها بيئة، فيها بحر نظيف، فيها شعب عم بيتطور عم بيزدهر، فيها تربية عالي المستوى، فيها كل معايير الدول الحضرية والمتطورة. هيدي هي الدولة اللي بدنا نعيش فيها، دولة قوية اقتصاديا بترجع بتفتح المحلات بتشغل كل شبابها، بترد كل الكفاءات من دبي من قطر يرجعوا يعيشوا بلبنان. هيدي هي الدولة يلي عم بيحرمنا منها حزب الله بسياساته. هيدا هو الحلم، الحلم بلبنان يلي ماتوا من أجله كل الشهداء. هيدا هو الحلم يلي ماتوا من أجله كل شهداء، مش بس شهداء ثورة الأرز إنما كل شهداء الحرب اللبنانية. هيدي هي الدولة يلي بدنا نعيش فيها مع كل أبناء هذا الوطن، دولة بتتسع للجميع والدولة على قد طموحات الجميع. أنا بدي أقول لكم أنه مسيرتنا مستمرة، وحدة 14 أذار هيدي فوق كل اعتبار، مهما اشتدت الصعاب ومهما كانت الفروقات بوجهات النظر ومهما كانت استراتيجيات مختلفة، الهدف واحد ورح يبقى واحد، بناء دولة حضارية سيدة مستقلة. ومهما كانت الأوقات بتخليكم تشوفوا أوقات أنه في يمكن بالسياسة بعض التباينات، ولكن بقدر أكد لكم وهذا اللقاء اليوم منه إلا ترجمة لهذا الواقع، بقدر أكد لكم أنه لن نقف ككتائب، كقوات، كمستقبل، كمستقلين، كمجتمع مدني نابض ب 14 أذار، هالمجتمع المدني يلي منه موجود ب 8 ولكن موجود ب 14 أذار، لأنه 14 أذار هي ترجمة للدولة. يعطيكم ألف عافية وشكراً.